ليش المحاضرة المديرة العامة نقلتك لعنا؟ ليكي غدير لا زيدي علي، مو ناقصتك ابدا، وصلاني معنا راس مناخيري. شو ناقصتيني ومو ناقصتيني؟ لك حبيبتي هذا قرار من حضرة المديرة العامة بنقلك لهون وانت لازم تلتزمي فيه. حبيبتي القرار يلي طلع باللي ونقعي وشربي ميتو انت والمديرة العامة تبعك، اوكي؟ ناوليها. لك يا سعيدة اللي بده ينتقل لعندي انا بده يلتزم بالدوام الكامل، واذا ما عجبه يروح يلاقي له قسم تاني. طمني حبيبتي ما راح اداوم عندك ولا يوم، فلا تنبحتي زيادة. يلا يلا طالعي دفتر الإحالات واعطيني إحالة بسرعة. وليش بدك يا؟ مريضة وبدي أعرض حالي على دكتور المعمل، حقي ولا مو حقي؟ إيه بس مو مبين عليكي إنك مريضة. مرضي نسائي، تحبي تكشفي علي حضرة الدكتورة؟ أنا ماني دكتورة. يلا يلا خلصيني واعطيني إحالة. أنسي غدير على ما يبدو احتلونا الأعداء، أعطيها إحالة خليها تتيسر تصطفل منها للدكتور تبعها. الو مرحبا ابو جابر، انا عتاب. تفضلي. يخليك يا رب. وين الدكتور؟ يعطيني اياه. قله يترك المريض اللي بايده ويحاكيني ضروري. يلا بسرعه. الو مرحبا دكتور، كيفك؟ كيف العروس؟ يخليك يا رب. لا حياتي انا ماني نسيان الموضوع، بس عمو انور مسافر هلا حاليا، وبس ليرجع دغري بذكره فيكم. إيه شو بدي اقول لك؟ بدي ابعث لك احاله توقع لي اياها، يعني تعبانه شوي وبدي اخذ استراحه شي يومين. واذا تبعت لي رشيد هيك شي 2000 ليره لازمني شويه مكياجات. اوكي ماشي، شكرا كثير دكتور، باي. شو ابو سعيد؟ طمني شو صار معك؟ تفضلي، هي الاستراحة وهي الوصفة. برافو عليك، امسيك لقلك، تستاهلها. خلي ولا يهمك، روح. شكرا. خرب بيته هالدكتور، قلت له يومين قام عملهم يومين، يعملوا الاسبوع. يلا بسيطة بجددها. تفضلي سيد غدير خانو، هي الاستراحة المرضية، سجليني مريضة اليوم وبكرة. ايه حياتي؟ شاو. يخرب بيتها ما اوقحها، لك عمرك شفتي اوقح من هيك موظفه؟ ديما قولك شو كتب لها مرضها؟ اه حبيبتي شو بده يكون كاتب لها؟ يعني اكيد التهاب وقصبات مثل العاده. هبهوب شو رايك نروح نلهلب قصباتنا شوي عند هذا الدكتور؟ بلكي بناخذ لنا شي اسبوع زمان استراحه مرضيه، ما حدا احسن من حدا. اشتغلي اشتغلي انت وياها، شوي تاني حيصير عندكم التهاب قصبات عن جد. يلا كيفك ابو فاضل؟ الحمد لله، انت شلوني؟ انا زعلانه منك. لا ليش؟ شو سويت لي؟ يعني كم مره صار اي اللي بدك تجي تشرب قهوه عندي بالمكتب وما عم تجي؟ ان شاء الله منجي. وينها مدام سماح؟ مدام سماح راحت على النسخ. ايوه. حضره المديره العامه طالبتني بدها تشوفني. اذا طالبتك تفضلي. يعني اسمعك. ليش هيك عم تسبسب لي بعيونها وتتغمالي؟ تفضلي حضرة المديرة، هي الاستراحة المرضية تبع الأنسة عيتام. وشو رأيك بهالاستراحة؟ يعني بقصد مزبوطة ولا لا؟ ايه طالما موقعة من دكتور المديرية معناتها مزبوطة. قصدي الأنسة عيتام مريضة فعلا ولا لا؟ ما بعرف. شو بكي أنسة غدير ارتبكتي لما سألتك؟ أنا ما بحب فسد حدا. معناتها الاستراحة مو مظبوطة ما؟ ما بعرف، ليش ما بتسألي الدكتور هو اللي وقع؟ حأسأله، بس ما قلتي لي، شو رأيك فيه؟ بمين؟ طبيب؟ كتير شاطر. شاطر. طيب،
ممكن يعطي استراحة لعامل إذا ما كان مريض فعلا؟ ما بعرف، أرجوك يا حضرة مديرة ما تحرجيني، أنا ما بحب فسد حدا. معك حق، ما بتحبي تفسدي على حدا. طيب ما رح أحرجك أكثر من هيك، سؤال أخير لو سمحتي. تفضلي. إذا أنت رحتي لعند طبيب المعمل وطلبتي منه إنه يكتب لك وصفة أو يعطيكي استراحة يعني، بيلبيكي؟ ما بتحبي تفسدي على حدا، فهمت عليكي. بتبلغي الآنسة عتاب إنه استراحتها تحولت للتصديق من لجنة فحص الموظفين. بكرة أول ما بتوصل على الدوام بتاخد الاستراحة وبتروح على اللجنة بيفحصوها وبيصادقوها على الاستراحة اللي منحها إياها طبيب المعمل. عفوا حضرة المديرة، الاستراحة اللي هي تحت 10 أيام ما بدها موافقة لجنة الموظفين، بكفي الدكتور إنه يوقع. بعرف هالشي، بس طالما أنت ما بتحب تفسدي على حدا وما بدك تقولي لي رأيك بطبيب المعمل، فأنا مضطرة إني آخذ رأي اللجنة فيه. تفضل. يعطيك العافية مدام. أهلا وسهلا، تفضل اقعد. شكرا. شو أخبار الأمور المالية؟ مثل ما سبق وشرحت لك، في عنا فواتير مستحقة الدفع وما معنا ندفع. على كل إن أنا حطيت السيد الوزير بالصورة ووعد لي أمن شوية مصاري. مدام مشان الموبايل شو بتحب يكون نوعه؟ أنا موبايل. موبايلك؟ موبايلي أنا؟ نعم، من حقك يكون معك موبايل نأمن لك إياه وندفع فواتيره كمان. وأنا متنازلة عن هالحق، وخاصة بهالوضع المالي الصعب يلي عم نمر فيه. بس يا مدام تعليمات الوزير بهذا الخصوص صارمة وواضحة، يعني بده كل المدراء التابعين له يكون معهم موبايل مشان يحكي معهم، وأنتوا تحكوا معه بأي وقت. يعني ضروري؟ مو بس ضروري، وإجباري. آسف على هالكلمة. طيب يعني طالما ما عم نقدر نرجع للناس حقوقها، شلون بدنا نشتري بهالوضع هذا؟ أنا ما عم بفهم. مو معقول نكون يعني نفضنا على الأخير، معنا هذا مبلغ صغير ما في مشكلة. خلص، طالما إجباري ومعكم تشتروا اشتروا. طيب بتحبي أنت تنقي وتجيبي لنا الفاتورة ولا نحن نجيب لك إياها؟ قبل ما تجيب وجيب، المدير العام السابق كان معه موبايل؟ طبعا. خلص محلولة، أعطوني الجهاز تبعه وبدلوا الخط برقم تاني. بس عفوا مدام، المدير العام السابق لسه ما سلم العهدة تبعه. خلص جيبوا أي موبايل بالسوق وعطوني إياه. حاضر، عن إذنك. شو ها؟ صار فين 2 مليون ليرة حق أدوية بشهر واحد؟ الظاهر دكتورنا إيده سخية كتير وصار لازم نضب له إياها. مدام سماح. نعم مدام. طلبي لي دكتور المعمل، بدي أحكي معه فورا. حاضر. مرحبا دكتور، أنا سماح. أهلين فيك. لا لا لا، ما بدي وصفة إلي هلا، بس سيادة المديرة العامة بدها تحكي معك. رح حولك لعندها. مدام الدكتور معك على الخط. مرحبا دكتور، شلونك؟ عندك مرضى كتير؟ الله يعطيك العافية. شو بدي أقول دكتور، من يومين انفكشت رجلي وطابت الحمد لله، بس يعني مشان ما ترجع توجعني من جديد بدي منك هيك تكتب لي شي وصفة. ما بعرف انت أدرى، انت كتب بتشوفه مناسب. طيب دكتور شكرا كتير لألك، لنشوف شو راح يكتب بها الوصفة. بسيطة، كل شيء له حل. ايه طب كتير منيح، بس ترجعها خليها تجيب لي اياها فورا. ماشي، مع السلامة. تفضلي، هاي الوصفة اللي كتب لك اياها الدكتور. هات لنشوف شو كاتب لنا هالدكتور. اوف 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 اوف، 7 أدوية كاتب لي؟ إذا قلال خليه يطبشهم شوي مدام. لك شو يطبشهم ما يطبشهم، أنت التانية؟ شو عم نبيع ونشتري فجل نحنا؟ آسفة مدام. تفضلي لمكتبك. حاضر. إذا منشان فكشة رجل كتب لي 7 أدوية،
شلون لو كانت رجلي مكسورة؟ كان كتب لي الصيدلية كلها. الله العظيم. خلص يا ماما، والله بعرف انك جهت. يلا منروح البيت حبيبتي. يلا انا رايحة. الله معك مدام. بنتك لازم تاكل مواعيد وتنام مواعيد، وهون بالمديرية ما رح تقدري تنصمي لمواعيد. عم تفهمي علي؟ فهمان عليكي مدام. خلص ما عاد تجيبها مرة تانية. حبيبي انا الكتكوت الكتكوت الكتكوت. يا لطيف طلعتي ونص على التكة؟ يعني ما بصير تروح قبل نص ساعة؟ البنت ماتت من الجوع. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلين. لو سمحت شوف لي هالوصفة قديش بيطلع حقها. هاي الوصفة إلي؟ إيه إلي. بتقربيه للدكتور اللي كاتب لك إياه؟ لا ما بقربه. معناتها في حدا متوصي فيكي عنده؟ كمان لا. معناتها بدي أحشتي له مبلغ محرز لحتى واصف لك هيك وصفة. وليش لحتى أدحش له بدفتر الصحة مبلغ محرز؟ المعاينة عنا مجانية والدواء كمان. بعرف بعرف، بس على الهوا مالي شايفك، لا لك مريضة ولا لك بحاجة لهيك أدوية، ولو مالك مقبضتي ما كان كتب لك وصفة ب 2000 ليرة. بجوز عجبه اسمي أو كسمي. إيه ستي، شو بتحبي أعطيك بحق الوصفة؟ ما فهمت، شو بدك تعطيني؟ عندي شامبويات، عندي كريمات، عندي محارم، شو بدك؟ عندي شغلات كتير، ولا بتحبي تاخدي حقهم كاش 1500 ليرة؟ هلأ كانوا ب 2000، شلون صاروا ب 1500؟ إذا بدك الأدوية حقهم 2000، بس إذا بدك حقهم كاش حقهم 1500. شو يعني؟ بكشوا؟ ليش عم تضحك؟ شو كأنك أول مرة بتعاملي بهيك وصفات؟ مزبوط، هي أول مرة بحياتي بمرض فيها. أختي أنا بعد ما أعطيك الدواء راح أرجع أشتري منك بسعر ما بشتري من شركة الأدوية، يعني أنقص 25%، يعني 2000 ليرة بصيروا 1500. أعطيني الوصفة. تفضل. لا أخذها أحسن ما تجزئ الوصفة وتحاسب ما عمل فيها.